السلام عليكم، مش لحويلكم، مش لنهاركم مبروك، نهاركم أسعد ليام، إن شاء الله يا ربي تكونوا في صحة جيدة وفي خير ونعم الناس لكل. ديما البنات نطلع عليكم هكا فيديو جديد، إن شاء الله فيديو متاع اليوم يعجبكم، فيديو خفيف وظريف وإن شاء الله ينير رضاكم الناس لكل. نبدأ بسم الله، باش نمشي توا لدارنا نعدي عشوية ونروح، خليكم معايا. السلام عليكم، لقيت سيدي اختي تعمل لنا في الفطاير. شنو هي الفطاير اللي لاباسي؟ اليوم فطاير مغربيه كما اسفنج. اسفنج هذا فطاير مغربي البنات. لا لا لقيتها بديت، اما هابش تقول لكم الروسيت شنو هي البنات. هي ساعه اول حاجه ذاك المكيال. اي واش حطيت زوز منه ماء دافي وكاس منه دافي حليب. باه هذه مغرفه نتاع ماكله خميره خبز مكومه هكا شويه مغرفه نتاع ماكله باهيه حطيت عملت فيها شويه مغرفه سكر باهي سهله هذه هذيك واحد مديت كاس فرينه وبديت خلطت خلطته فك السفك كميه الماء هذيك وسكر وغطيت وخلتها لين يعمل فقاعات. ايوا اش معناها خليت البنات الكاس الفرينه وزوز كيسين ماء وكاس حليب أيوة. وخميره الخبز ومغرفه السكر أيوة. يتضاعف الحجم نتاعهم شويه ويعمل لك الفقاعات بالونات صغار. بعد حطيت لحقت عليهم زوز كيسين فرينه بريسك هكا وقعدت نعجن بيدي خاطر عينك ميزان كما فرينه تشرب فرينه ما تشربش الفرينه ما تجيبش عطيكم الكيس. المهم تكون العجينه تتلصق ما تعطيهاش عجينه كعجينه الخبز بيه؟ لا تكون تتلصق هكا كيما تراو هكا ها شفت هذه توا ثالث مره نحط لها في الخميره نتاعها. شوفوا البنات بعد ما تضاعف الحجم نتاعها عاودت تعجنها مره اخرى معناها هي عملت ثلاثه مرات هكا. ريت تولي فما كي فقاعات هذوك اللي ترا فيهم ريتها نهار ريت كل بالونات هذيك السمدات تحضر معناتها ريت تولي هكا تعملها كيما العجين المصري هكا العيش المصري هذه تو الحر هذه السر نتاعها هنا في هذا راه اي في الخلطه هذه هذه الجزء الاول من التحضير نتاعها ومن بعد نوريكم كيفاش نقسمه ونحطه في الطبق ومن بعد كيفاش نطيبه. اي نبداو بالجزء بالجزء حلوه باش نعملوا فطاير العشيه. هذه هيك شوف كيفاش نحلها تشرب العجينه. انا البريد الفرينه من غير قياس عينك ميزانك خاطر انت والفرينه باش نقول لكم ثلاثه كيسين ما تعرفش شو تجيك كيفاش نقول لك انت حط الكاس الاول ما قلت لك نحل به الخميره اللي فوقات بعد تحط لحظه الكاس الاول الثاني لحظه الكاس الثاني ويدك ويدك تخدم بيت وبدي تلصق وقف باه وخليها كيما تخدم كي تولي عجين كاز لاصقه في يدي ريت كيفاش لاصقه في يدها حسي لو توا باش نخليوها تخمر مره اخرى. مش برشا خلي لي ثلاث مرات هاو هذي عملتها راهو ثلاثه مرات البنات باش نحط هيك باش نحلها توا باش نقسمها بعد شويه كعبرات في الطبق باه حضر الزيت. اوكي هاي نرجع لكم البنات هاي نعملوا فطاير اليوم بقى شوية زيت كما هيك وتو يدينا بشوية زيت كما هيك ونعملوا هيك وكل حاجة نحب نكبر هذه هيك والله هي هيك بالعين انا عم فيها هيك بالعوينة بالعوينة تطلع كبيرة شوية هيك كمان به خاطرك تكثر شوية في الوحدة تولي تتعجن من داخل. طريقه توا البنات استني هكا هلا باه لازم تحضروا زوزه زوز كريون كيما هذيا هاكا بعد ما تقليها تحطها هوني هذيك طريقتها البنات باش يجي سفنج. انا تبدا بالزوز تحط نقص شويه في الماء نقص وعلاش كل قايل منها هذيك طريقتها زعما تبدا بشويه كيما هكا من الاول تبدا في زيت شويه زيت شويه يعني بعد هابش نفهمكم البنات لهنا راهو حطت زيت شويه ولهنا عملت زيت غارق اي فهمتوني هكاك تجي المهم تو هذيا تطلعها خاطر نزلت شويه هذيك وهذيا الفطيره الاولى طابت شوفوا مزيانها البنات ومحلاها شفتوها هذه
كانت هكا في الوحده هكا باش نطوع. ايوا توا هذيك باش نحطها لهنا. ها هذيك هي سر خدمتها البنات، امك خيريه قاعده تستنى في الفطاير. نعمل كويس تيم نعمل قد ما تعمل هكا تطيج. ديما عاد تصبوا للواحد فوق. هاي هانيك شفت باش تنفخ. هذه عاد امك الهشاشه وامك البشاشه. يا تطلع تفلا وهي وكل شويه عسل عاد خاصه في الصباح. والله يا حتى العشية انا حبيت العشية توا هكا نعمل ولا قاعدة. علاش شكون كتب لي قال لي الفطار يجي كان في الشتاء ما يجيش في الصيف؟ احنا بالعكس اخرين فطاير اخرين. لا روح كل اخرين بالعظمة في الوسط هكا اي نتاع الشتاء بالحق. اما ساعات والله في الصيف واحد تعجبه انه نشريوه خاصة من الشارع كل حاجة الشارع محليها سي. تمسح في يدي بشوية زيت. قال لي شوف العجينة محليها وتحل هكا شوية. هكا نقبتها في الوسط شوية وحطتها هكا هو. شفت مزيان هو. هيا تشكر وتتشكر أمك سوسو كي طايرها. أصبح لي أمك كيما. غير شوية عسل، حاجة باهية هي يهر من داخل. طريقة حلوة البنات ها. شوفوا البنات مزيانهم ومحليهم انا نكملوهم توا الكل ونعطيكم المقادير مره اخرى خفلف. اولا حضرت اختي زوز كيسين ماء دافي وحضرت معاهم كيس حليب دافي ومغرفه كبيره مليانه خميره الخبز ومغرفه كبيره سكر. حطيتش ملح؟ اي ملح من بعد الملح يتحط مع الفرينه. الملح يتحط مع الفرينه نقولوا مغرفه صغيره. اي فلا حقا نسيت حاجه برك التخمينه تاع جاتو في الفرينه. ايوا وعليا نسيتها توا باكو خميره. البنات باش ترسلي نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف، لذلك انتظروا في صندوق الوصف. هكا هاو اش باش نعمل لكم هاي زيت باكو خميره. باش نقول لكم الفرينه باش نعطي مقدار، حطوا من لون الكاس الفرينه في وسطك الماء وتخليه يخمر شويه وبعد تلحق عليه كي يخمر تلحق الفرينه انت وشويش تعجنك مرخوفه. معناها البنات تحطوا الماء والحليب والخميره والكل السوائل اللي دخلتوهم مع بعضهم بعد تصبوا الفرينه وما تنساوش باكو خميره الجاتو اللي نسيتو ولا لا. وخميرة القط ومعاها مغرفة الملح أكاها فليلك عجينة تشره وصب الفرينة وخلط. قدرة ربي نعاود لكم نحط لكم مقادير في صندوق الوصف مرة أخرى. أخيرا كملنا الفطائر. سلمي دايين عايش ويسلمك القليب محليه. أنا يحب اختياري يحب يعمل بالسكر يا للا ولا يحط لك شوية عسل عليهم مثل كما نقولوا احنا يبدا الكعبة يحط لك شوية عسل زيانة كده ده شي 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 بالفن والدن ذي مزيان تاكلي حبيه يا اخويا. يعطيك الصحه ياسر مزيانين بصراحه روعه. هاي جربوهم البنات طيب محليهم محليهم لا باهي تتاكل يعني قص لهم عادك عيبه هشة هكا تلقاها هكا هكا فما يعمل هكا كيما نقولوا احنا كيما هكا هكا هشة هذه هي خليتها طريه معناتها هكا شوف واو شفت مزيانه شوف شو من داخل اول حاجه الباهي بتشرب الزيت. اي طريقه اللي انت عملتها تحفونه. لا هذيك هو طريقتهم كيك بكل عليهم على تاليه مغربيه معروفين عليها بها مش حب الزيت بكل كان كميه الزيت اللي قريت بها على الطريقه هي حاسين. ان شاء الله عجبتكم البنات او نهزوا احنا الوالده ونتلموا ونعملوا كويس تاي معنا ناكلوا الفطاير. ما صابكم معانا يجيب توا. عجبوك يا نجرب بالعسل يا كريم احلاه ذوقي يا لالا بالعسل خذ بالعسل يا امها شه شه دلل فيهم هاي صحه وفرحه يا ان شاء الله صح ديما هكا المؤمنين عجبوتك امي عجبوها برشا هاي حتى ما ياكلوش زيت ما عندهمش كميه زيت قويه هيا من بكري وهي تشكر في فطايرها ما يتعجنوش بالزيت ما في العجينه ما يحطوش فيهم في الزيت وما ديجا يديك تمسهم بشويه زيت وبرا باش تحطها وكمان حاليا ما تاكلش هاي المهم البنات عملوهم ان شاء الله بالصحه والفرح اسفنج يقول لك اسفنج بعد كيما الشيفه
كملنا اللمامتينا والقعدة المزينة مع الوالدة، خاصتنا مع كويس تي ونعنا يعمل 66 كيف، حسيلو عادينا عشيوية تحفونا برشا. ربي يحفظ لي أختي ومينتي وعائلتي كل، ربي يخليكم الناس الكل، زيدة إنكم أنتم ديما تشجعوا فيا، ديما تكتبوا لي في التعليقات الحلوة، كلامكم المزيان هو اللي يخليني ديما إن شاء الله نكون موجودة في اليوتيوب ونهبط لكم فيديوهات بقدرة ربي يعطيني القوة ربي ونجيب لكم أحلى الفيديوهات يا رب العالمين إن شاء الله. لهنا اللي بنيت نوصل نهاية الفيديو، ما بقى كن نشكركم أكيد ونقولكم بسلامة وإن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم أسعد الأيام. بالحق نشكركم من قلبي، بارك الله فيكم ونقولكم توا في ضمان ربي، باي باي.